المتبقي من هذه الأسماء غر المعالي التي لم تدخل الجهاز. إذن اندفعت 5 رؤوس مشاهدينا متابعينا الكرام بعد استبعاد غر المعالي من الدخول في هذا الشوط. اندفعت بنسيمة في المنتصف تتقدم مع ظهور غلوريا فلاشز من الخارج برفقة راموس الآن في هذه الصورة، وادرع الفهد أيضا للظهور الآن للمرتبة الثانية مطاردا لغلوريا فلاشز صاحبة الصدارة الآن في المنتصف في المركز الأول. السياج لدرع الفهد في المرتبة الثانية مع محاولات قدوم أنا في المرتبة الثالثة، كذلك مستفيد في المرتبة الخامسة بقدوم نسيمة في المرتبة الرابعة، فيما درع الفهد يتقدم بهذه الصورة للصدارة في المرتبة الأولى بربع طول تقريبا للمركز الأول. المطاردة من غلوريا فلاشز المطاردة في المرتبة الثانية، ظهور أنال في المرتبة الثانية، تتقدم أنال باستحداث من قبل فواز والناس، فيما درع الفهد بالصدارة ممسكة برفقة أحمد الطيار. يوسع الفارق بهذه الصورة. المطاردة تأتي من نسيمة باستحداث خالد علي الميموني مع أنال في مدرع الفهد بن مستر زد. بهذه الصورة يقدم نفسه بشكل رائع وجميل في ثاني ظهور هذا الموسم، يعلن الانتصار الثالث في سجل السباقي. ألف المبروك للمالك فهد عبد العزيز الجبر، للمدرب عبد الله الحمد الخيال المتميز أحمد الطيار على هذه القيادة لدرع الفهد.